نور الدين كبر مع الوالد تاعو وورث عليه حب الفلاحة، وكما يقول نعشقها ومستحيل نخدم خدمة أخرى. تربيت فيها، فتحت عينية فيها. أنا كيف فتحت عينية بابا الله يرحمه كما يقول لك هو صاحبي هو كلش، وين يروح كنت نضل أنا وياها أنا وياها تجي البستان هيك تسيبينا في جيش مقيلين هنا راكدي. هذيك شو خلتني شو هو كي راح شو خلاص شو راح منك النص النص اللي كان يعاونك ويخدم وكذا نريح فيها. ودوك انا الدوله شغل دات كوفيون عطاتني الناس راه ما نخدموش. تفرحت من بكري احنا فلاح، انا بابا فلاح، انا تربيت الفلاحه، انا كي شفيت شوار المزرعه عايشين فيها. واليوم مازلنا خدامين الحمد لله ورزق ربي، وراهم يخدموا معنا الناس ومخدمين الناس فاميليا ويأكلوا في ولادهم. التراب تاعي انا وحدي وهادو وحدهم. دوك هادو كي يحتاجوا انسان شغل يعرف الفلاحه ومتربي في الفلاحه وكاع شاف هكا يقول لك ريح معنا خدم معنا. توري للخدام مثلا الماتريال، تعلم واحد يسوق تراكتور كذا، هذو هما صوالح نخدمهم. شغل تخدم بالمعرفه نتاعك واش تعرف، هما يستحقوا الانسان اللي يعرف مليح. وانا مكسوم متربي في الاخرى فلاحه نعرف لها مليح، وصلت الشجره نعرف لها مليح مليح. هذه هي اللي سبها قال لي ندخل الدار ندخل على وحده جوج تاع الليل تاع الصباح، ندخل على جوج تاع الصباح 8 9 نعسان كاع ميت. لازم تجي الدور هنا تروح تشوف رزقك من هيك، ولي تشوف هنا الماتريال هذا ياك حط تراكتور حط رومورك تشوفي الماتريال تحطه هنايا تجي ما تلقاش. عندنا لي جونغري دواوات كذا، خرجت من الناس سرقوا لي موتور عندها 4 ايام. رحت نجيب المراه كانت في دارهم، جيت ما لقيتش الموتور. علاه خدامين ما كانوش هنا وانا ثاني خرجت كتشوفي وشرا. هذه اللي انا غاضتني ماشي بقات في راسي، غاضتني ما كنت تروح حتى تجي حاجه ما تلقاهاش. انت موتور تشريها مثلا نقول تشريها ب 10 ملايين هو يبيع ب 500 الف 600 الف، هذه ماشي غير تغيدك تبقى لك في يكسرك. هذا هو المشكل. تعطيني الارض هكا هي تراب وبتسي بها خضره، هذيك اللي نحبها انا، هذيك اللي نبغيها. نوض جي ليها صباحك ذات تشرف عليها توقف معاها عندك خدمتك. حاجة واحدة أخرى باش مانيش عارف ما جاش في راسي خدمة واحدة أخرى. صح هي خاصها خدمة متعوبة، مي بنا واحدة اللي ما خدمهاش ما يعش قيمتها، ما يعش قيمة الأرض. اللي ما خدمش التراب ما يعش قيمتها.